حبي قاعد في الضلمه كده ليه يا حبيبي؟ كده احلى. كده احلى؟ ده انا اول ما شفت الشقه ضلمه قلت اكيد انت مشيت. ودي معقوله بامشي واسيبك في الشقه اللي هو دي لوحدك؟ ده حتى تبقى قله ذوق. سلام. بس شكل البليه كده لعبت معاكي والكيكه طلعت في العالي قوي قوي قوي. قصدك على الشقه يعني؟ وهي دي شقه، دي قصر. البركه يا اخويا في عنتر بيه، هو اللي قببني على وش الدنيا وخلاني اشم نفسي احسن من البدرون الزباله اللي كنا مرصوصين فيه كده زي علبه السردين. هي من ناحيه احسن فهي احسن يا احلى دندن فيك يا مصر. طب بقول لك ايه يا بيبي؟ مش عايز تتفرج على الشقه؟ اللي عايز ده انا مستني اللحظه دي من الصبح. يا اسمر انت جميل. طب تعال ايه رايك؟ عجبتك؟ قوي، هي حلوه قوي. بس يعني انا شايف ان هي محتاجه تتظبط. وماله؟ هتيجي نظبطها. يلا يلا. ايه يا زين؟ انت هتفضل قاعد هنا؟ ده الفجر قرب يطلع. مش هتخش تنام. استنى حرب يا بركه. هو يتأخر؟ الله أعلم. طب أنا مش قادر أفتح عيني وعايز أنام. خش نام أنت بركة. ماشي. طب وأنت؟ أنا هحصلك بعد شوية. طب تصبح على خير. أنت من أهل حبيبي. ورحمة أمك يا شيخ. والعشرة اللي ما بيننا. لو احتجتي حاجة أو احتجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود. ربنا ما يحرمني منك يا زين يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. مش تقول كده من الأول يا سي حربي؟ جاي لي مصلحة يعني. أنت عارفة الدنيا لو سمعت الكلام ده من أي حد غيري ما كنتش أزعل، والله ما كنت أزعل. لكن منك أنتِ أزعل، وأزعل قوي كمان. احنا متربين مع بعض وبنعيش وملح سوا. اقصى عليك يا دنيا. عيب عيب لما تقولي لي ان انا ما جبتكيش غير علشان مصلحتي. عيب حلم ما كنتش عارفاها يا دنيا. اقصى عليك اقصى. ده ايه يا حربي؟ في ايه؟ انت هتقلبها حكايه وزعله؟ ولا حكايه ولا زعله ولا اي حاجه. امسك البتاع دي. ايه ده؟ انسي الكلام اللي انا قلت لك عليه ده خالص، بس يكون في علمك بقى انا ما جيتلكيش غير عشانك وحشتيني. عشان عايز اشوفك واني بعزك قوي 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 قوي. ماشي. وحكايه بقى سي عنتر دي جت كده البتاعه دي بتتلبس ازاي؟ كده سي عنتر دي جت كده يعني ايه وسط الكلام اللي انا بتكلمه معاكي. بس زي ما قلت لك انسي خالص ان انا قلت لك اي حاجه وخلينا اصحاب احسن. ماشي. تعملهم عليا ما كانتش كلمه يعني اللي انا قلتها. يا ست انا مش زعلان ولا حاجه، انا بس يعني واخد على خاطري شويه. وانا بقى ما يخلصنيش انك تاخد على خاطرك. يا بنت بس بقى بغير الله. وين بتغير ايه؟ ايوه كده فكها اما. بص انا بكره ان شاء الله هتكلم مع عنتر في الموضوع وباذن الله يوافق. وايه اللي يخليه بس ما يوافقش؟ انت مش بتقولي انه يتمنى منك الرضا؟ ما انا عمري ما اتكلمت معاه قبل كده في موضوع شغل. هو ده شغل يا حسره؟ ده ولا حاجه بالنسبه لمقاول كبير زي عنتر ده. وبعدين دي شوية خردة مخلفات العمارات اللي بيبنيها هناخدها ونريحه منها خالص، وأي ما يطلب احنا سدادين. إلا بقى لو كنت مكسوفة ولا محرجة تكلميه في حاجة. لا يبقى بلاش يا دنيا يعني بلاش. بلاش؟ بلاش إيه يا ولا؟ ده أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها. ده احنا ستر وغطى على بعض يا حربي، ولو أنا ما وقفتش جنبك مين اللي هيقف جنبك بس؟ اعتبر الموضوع خلاص خلص. أنا هتكلم معاه وبإذن الله هيوافق وهتعمل أحلى شغل معاه وهتطلع فوق. فوق فوق فوق. حبك يا بنت الدنيا، حبك بحبك بحبك. يا مجنون. وكيكة على عالي يا بشر. هو
الواد حربي ما رجعش من ليله امبارح ليه؟ وغايب حجته معاه. ايوه هيكون راح فين يعني؟ وبعدين العربيه معاه، احنا مش هنلاقط رزقنا النهارده ولا ايه؟ ولا بركه. انت ما لمحتش البنت دعاء وهي خارجه الشغل النهارده؟ دعاء؟ لا ما لمحتهاش. لا ليه؟ كيمو باشا بقول لك ايه؟ وامرني ما لمحتش دعاء وهي خارجه الصبح بدري؟ دعاء؟ لا دعاء ما خرجتش النهارده. ما خرجتش؟ تعرفش ليه؟ ايه ده؟ الشاي بارد، جيب لكم غيره ولا ايه؟ ايه ده يا كيمو اهي، بس يكون تقيل وعلى نار هاديه. وعندك واحد تقيل على نار هاديه للشباب المتوتره. الو السلام عليكم، ممكن اكلم انسه ماجده؟ دي واحده ماجده. انسه ماجده؟ ايوه. تليفون عشاني. الو ايوه ماجده، انا دعاء. ايوه يا دعاء، ايه اللي انت هببتيه امبارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالف 60 يمين لا يوديكي في داهيه. ده قليل الادب وما شافش ريحه التربيه. ها وبعدين عايزه ايه؟ انا بس كنت عايزه الطقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب، فلو ممكن يعني يا ماجده. انا يا اختي ماليش دعوه بالكلام ده، كفايه اللي حصل امبارح. انا كل بس اللي عايزاه منك. بقول لك ايه يا دعاء، مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلينيش في حاجه، اوكي؟ سلام يا قطه. يا زين راح فين يا زين؟ في حاجه يا زين؟ لا مفيش حاجه، كنت عايز اطمن عليكي بس. انا كويس. امال ما رحتيش الشغل النهارده ليه؟ بقولك يا زين خليك في حالك والنبي بس وسيبني في حالي. ها ايه يا بنت في ايه؟ قلتلك مفيش حاجه يا زين، انا كويس. انت هتعملي يوم عليا ولا ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، وعايز الجليل لما هسيبك تمشي لما اعرف ايه اللي حصل. مخنوقة يا زين، مخنوقة قوي، والدنيا ضاقت بيا مش عارفه اروح فين ولا اجيب منين. ايه ده؟ طب ايه دي؟ طيب ايه بالراحه قولي لي ايه اللي حصل؟ ما تلاقيش يا بنت الناس، اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. قولي. اصلا انا سبت شغلي امبارح. رفضوكي؟ لا. امال ايه؟ مدير الكافيتيريا حاول ابن الكلب. مديده عليكي؟ لا ملحقش. ملحقش، ده انا ما سكتلوش، ده انا ضربته وكوهته على الارض وبعزقت كرامته في الارض. جدع بت، 100 راجل. بس المشكله ان انا سبت لبسي كله هناك، وكمان مرتب الشهر اللي فات ما قبضتوش. وكلمت البت ماجده صاحبتي من شويه، قلت لها ماجده ساعديني، قالت لي الراجل مستحلف لك لو دخلتي الكافيتيريا هتبقى وقعتك مطينه. يعني ايه يعني؟ عايز اضرب وقاف على الفلوس وعلى الهدوم كمان؟ الظاهر كده. المشكلة مش موضوع الشغل لوحده، مرات ابويا يزن مش عتقاني، فطلع من نازلة مقطماني ومسممة جدتي بكلامها، وعايزة تجوزني بالعافية عشان تخلص مني. ايه؟ عايزة تجوزك مين يعني؟ تجوزني النتن اللي اسمه قبضايا. قبضايا؟ ايه قبضايا ازاي؟ ده انا اقتله، ده انا اكله بسناني. ايه اللي قبضايا يعني؟ انا قصدي يعني انه يعني انتي كويسة يا دعاء، كويسة، تستاهلي حد احسن من المعفن ده 100 مره. 100 مره ايه؟ قولي مليون. الله يخليك يا زين، دايما كده جابر بخاطري والله. على النعمه، ما هو جبر خواطر. مهم اديني عنوان الكافيتيريا اللي انت كنت شغاله فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده. ليه يا زين؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. زين اوعى عايزين تكون ناوي تعمل حاجه كده ولا كده يا زين، تفضحني بيها، ترضاني الفضيحه يا زين. معاش ولا كان اللي يفضحك. قولي بقى العنوان واسم الراجل. قولي بقى ما تخافيش. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حق بقى، بتمحلس اليومين دول؟ ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعوش من حربي اللي لاي ولا زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟
اللي لا اي اي ولا زي زي. اوه احبك يا اصبر انت جميل. يلا استاذن بقى. ايه ده رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام، بس انا بقى هكلمك بكره الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع عنتر بيه. اعتبرها مقضيه.